والله اثر على السوق كله، شل الحركه كلها نهائيا. يعني الاشغال كلها توقفت ورا الدولار. المياه الصعده حركه ماضي نهائيا، خلاص ماضي. واثرت على الفقير نفس الشيء، يعني الدولار اثر على الفقير ما اثر على الزنقيل. استهلك بخضر حد دولار يصعد، كم ثلاث ساعات ابيع ب 500 دينار. ما تجي تصير 700 500 ما اشتري. فاثر على السوق كله، شل الحركه كلها نهائيا. شل الحركه، المواد صعدت، الحركه انتهت، خلاص الدولار. وش قد يصعد الحركه تقف بعد ازف نهائيا تقف. ما ظهر حركه نهائيا. هذا الدولار. كل المواد بتصعد، الشغلات بتصعد، يعني كل ماكو حركه نهائيا. هسه احنا مخضر هنا. قبل الحركه علينا كانت فول. هاش قاعد يصعد الدولار حتى على نصفه، قاعد نصفه. ما بس احنا. المحلات كلها تصفن. مورا صعود الدولار. هي كلها عصير بس الفقير. الزنقيل ما يهتم بسعر الدولار. هي قاعدين الطبقه التعبانه المسحوقه. هاي راح تاكله. والله اخوي هو الدولار اسس كله من الطبقه السياسيه الحاكمه. هي اللي حتاثر على العالم، حتاثر على المواطن التعبان. يعني هسه الفقير قد يشتغلوا ب 10,000 8,000 دينار، ايش يشتري بيها؟ ما يجي بيها شيء. حيدمرون الفقير في المره نهائيا. تدمر انسحب. قبل اول ما استلم الكاظمي كانت الخزينه صفر، وكان الدولار البرميل النفط ب 20 دولار، وجت الكورونا وكان الاقتصاد العالمي كله نايم. وبعدين هسه عم ترصد الخزينه دولارات، ها، والنفط 100 دولار. هسه الدولار صعد، زي ما قلنا الفقر ما عنده راتب، ما عنده رعايه، ما عنده شغل، يعطوني 100 في 3000 دينار بيش يعيش، يعني الطحين والتمن والدنيا كلها. يعني متأمنين بقى الحكومه مال السيد السوداني بانه بده ينزل الدولار، هسه ما بده ينزله، فيرجعوا مثل ما كان 45. لان العالم هسه حتى دايخه، لا يعرف يشتغل، لا يعرف ياخذ، لا يعرف ينطي. ليش كانت الخزينه فارغه؟ الدولار ب 125. هسه الخزينه مليانه والنفط صاعد والدولار صاعد. يعني هاي شالت شركات، صارت يعني ناس هي حتلعب هاي اللعبايه. زنية الدولة اطلع قرار اللي يبيع الدولار ازيد من حقه ينسجن. الشركة تبيع الدولار ازيد تستلمه من البنك المركزي مثلا ب 145، خلي يبيعه ب 46، اللي يبيعه ب 47 ينسجن. وصحيح حتى يسيطرون على الوضع، اذا كمل بكيفه بالشركة والمكتب ياخذ وينطي. هاي العالم ايش ذنبها؟ تقول لي راتب ازيد الراتب. حتى نزل الدولار مثل ما كان طبيعي، ما اقول لك نزل على 125 ولا 100، نزل على 145 حتى العام تقدر تشتغل تاخذ تنطي. هسه على مود كلها واقفه بالعمل. احنا تامنا بقى الحكومه الجديده تنزل الدولار. اصلا هو السيد السوداني طلع بالتلفزيون قال اني قبل ما استلم الدولار غالي، كلهم حكوا اشو استلموا اشو الدولار صعد. يعني الشركات ما يسيطرون عليه، تعال ابو الشركه صعد دولار دينار ترى تتحاسب. هتدس عليهم كلهم هذول التجار مال البورصات، ترى اللي زيد انطي قرار امن الوطني يروح عليه، اللي زيد دينار على الدولار اعتقله حتى كلها تنام. ما يصير يشتكي كمن بكيفه. والله قاعد يصفن بطال، لا شغل ولا عمل، ما يعرف لا يشتغل ولا بيع. تروح على المواد كذا الدولار صاعد، الطحين صاعد، الدنيا كلها صاعده. زين هذا اللي يبني اللي يسوي اللي يودي اللي يجيب، ايش الوضع جاي؟ يعني وضعية تعبانة بشكل 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 بشكل. والله بالدين، هذا اللي يدين وهذا اللي ينطينه وهذا اللي عايش على الصدقة وهذا عايش ايش قال؟ عايش على الهوى، يعني ايش قال؟ الله سبحانه وتعالى هاي يسيره. الله سبحانه وتعالى. نشوف هاي العالم الشيء كله تعبان، ايام بشكل تعبان تعبان تعبان. يا اخي نزل الدولار مثل ما كان، خلي العالم تمشي وتستقر الامور. خلص بس ما تروح لك دولار صعد، تشتري برق لك دولار صعد، تشتري في شغل لك دولار صعد، يا سعد ما تروح انت بتشوف. هسه مثل لبنان
لبنان تصير؟ والله نحن لما جاء محمد الشاع السوداني اتوقعنا بخير، قام يصرح تصريحات تريح الواحد، نخفض الدولار، نخفض المواد الغذائيه، ونعمل هكذا ونعمل هكذا، نكتب رواتب للعاطلين عن العمل والكبار من العمر. استبشرنا بخير، قلبت القضيه بالعكس. ارتفاع الدولار، الدولار الاكل هو اللي نقصه، يعملوا 125 رجع صار 156 البيع و57 راسل السوق انتهى، وقف لا بيع ولا شراء ولا عبد ولا اصل، وهذا ما اثر الا بس على الفقير، لانه لو عنده دولارات استفاد بصرف الدولارات ماله بالاسعار اللي يريدها ويستفاد ويربح بيها، بس الفقير من له دولار؟ هذا يوم بيومه العامل اللي يشتغل بالعربانه مثل النجار الحداد من له دولار؟ زين ما يفكرون بالشعب اجلس يبينه؟ ما يفكرون بالعالم اجلس يبيهم؟ هذول الرعاية كانوا يعطون 100 دينار و 150 دينار اجل يشتغلون اجل يعملون اجل يكفيهم. والله يا باب الموت ايش كان يشتغل؟ والله كل واحد اعطوني يوميا 3000 يشتغل. كل يوم يجي المغرب يشتغل طماطه يوميا طماطه وبطاطا وخبز يروح البيت يقعد من الصبح يروح على شغله. وجبه واحده بس ياكل. أما سبب دمار العراق وانخذب الأحزاب السياسية الإسلامية الشيعية والسنية، لأنه ما عمل مصلحة هذا البلد، قبل ما حد عمل مصلحة هذا البلد، كل واحد قاعد يشتغل في حزبه، كل واحد قاعد يشتغل اللوة. زين وين من النواب مال الموصل؟ ما انتخبناهم وراحوا صاروا، ايش عملوا لنا؟ ايش نوجه لهم؟ ايش نقول لهم؟ ليش ما قاعد يستمع؟ هاك مع هذا اللقاء ما هذاك 7-8 لقاءات نحكي ونقول يابا يا حكومة التفتوا على الشعب، يابا اعملوا مشاريع، يابا الخدمات، يابا ولا حد يقول منه. مدرسة لكم يعملوا مدارس كرفانية؟ نحن دولة نفطية، مدارس كرفانية؟ زين وين المليارات اللي حصلوها؟ وين الفلوس؟ وين تبقى تروح؟ وين تبقى تروح؟ فلان والله كم باقي له 12 مليار، فلان كم باقي له مليارين، زين عدموا أحد عدموهم عملوهم، ايش قد تعملون؟ والله ياخذوا وقفوا 5-6 هم ثلاثة، هذا فضيحة القرن مليارين وكسر، وقفونه مع زهير مع شو اسمه وقفونه كم يوم وطلعونه، والله دي واحد يبيع أملاك ويجيب فلوس، هو طلع خارج العراق انهزم. هم ساعدوا له عن الهروب. والله اخوي اثرت نسبه كبيره جدا، يعني خاصه على المواطن. يعني اليوم ذهبنا للسوق المسواق البضاعه اسعارها اغلى، الجمله اغلى من سعر المفرد مالتي. انا قلت له كيف راح ابيع؟ فتركنا ما سوقنا اليوم نهائيا، لان الورق فد مره صعد اثر على المواطن وعلينا. يعني اسعار اختلفت كثير، اختلفت عندنا. يعني اليوم انا قصيت قائمه قبل 3 ايام من هاي الشركه، قصيت اليوم وصلتني. هسه كسر الدولار اللي قصيتوه كان بسعر، وهسه بسعر راح اكسر الورقه، راح يطلع علي الورقه البضاعه يبيعني بالدولار، فانا راح اكسرها على سعر اليوم. السعر اليوم وين السعر؟ وين اللي اشتريتونه بيها؟ وانا اليوم وصلت، يعني قبل 3 ايام قصيته، واليوم وصلتني جايب لي القائمه الشكل، فما راح اقدر ابيعها. راح يعني احتمال ارجع لي البضاعه، زدت ورقته راح ارجعها، لان ما اطيق استلم. انا ابيع انا بسعر كنت اشتريتوه، وهسه جتني وصلتني بغير سعر بعد 3 ايام قصيتوها. فاسعار كلش غاليه صارت، اختلف السوق، اختلف كثير، اختلف، أثرت على المواطن الفقير وعلى ذوي الدخل المحدود. ما عندنا أي معلومات، على غفلة، صعود غير طبيعي. يعني من 1470 الورقة إلى 1600 اليوم الورق. يعني الورقة ب 1600 يعني كثير فرق، كثير يعني يأثر. يعني أبسط غرض هسه عندك هون يأثر علينا، أبسط غرض.
ما بس سايل. فاحنا ظلينا هسه عم نبيع على اسعارنا نفسها اللي موجوده لحين استقرار الدولار، وما عم نشتري من اي شركه من اي سوق. البضاعه اللي عندي قاعد ابيعها، واللي ما اقدر اسوق، لان اذا اشتريت جمله اغلى من عندي هسه. الله يعينه. هي الكل اثرت على الكل، حتى على الموظف، حتى على الموظف. الموظف كان اذا راتبه يجينه 5-6 اوراق، هسه راح يقل له اقل شيء يجينه ورقه ورقتين، يعني فرق صار عنده حتى الموظف. والعامل الله يعينه اذا راتب اليوميه مالته 15000 دينار ياخذها، راح كان يشتغل بيها بضاعه، هسه اقل البضاعه مالته راح تكون. فالله يعينهم كله صعود البضاعه. اذا ظلت الشكل صعب صعب اذا ما نزل الورق. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لارتفاع الدولار يعني كان يعني خطوة كلش غلط. ليش؟ يعني راح يدفع ثمنها المواطن الفقير، المواطن البسيط، لأن بالنسبة للبنوك راح ترفع الأسعار، الجميع راح ترفع الأسعار من التاجر إلى نزولا إلى أصغر، إلى حتى مثل ما أقول البقال أو البايع الأخير هو البقال راح يرفع الأسعار. فمن راح يدفع ثمن المواطن الغريب من خلال الأكل، من خلال المواد الغذائية، من خلال جميع المستلزمات الحياة الضرورية اللي يحتاجها المواطن بتعامله يوميا. يعني تأثر على البيض، تأثر على اللحم، تأثر على حتى النسل البسيطة اللي يأكل الطفل، هي اللي كان مثلا بيع 2 بربع بعد ما صرف 2 بربع. فارتفاع الدولار راح يكون تأثيره كلش كبير على السوق، وهذا يؤدي إلى تدمير السوق وركود السوق ووقوف السوق. وبالتالي يعني جميع هذه المفردات راح يدفع ثمن المواطن البسيط. ليش؟ حتى بالراتب، اذا نحسب راتبه على الدولار كان قبل 120 مثلا راتبه 10 اوراق، راح يصير بارتفاع الدولار حاليا راح يصير 6 اوراق و5 اوراق. يعني جميع فئات المجتمع اللي هي داخل المجتمع عايشين دفع ثمن ارتفاع الدولار. حتى الموظف نفسه، حتى اذا هو الموظف اللي كان البسيط هو اللي دفع الثمن اكثر لان راتبه قليل. فارتفاع الدولار ادى الى انخفاض راتبه، بعدين انخفاض القدره الشرائيه لهذا المواطن. وهاي بالنسبه للعامل البسيط، بالنسبه اللي ما عنده راتب، بالنسبه لعيش قوت يومه، اذا هذا حتى اموره كلها وقفت، لان لاكو عمل بالسوق، الامور واقفه، الامور كلها متدهوره. ليش؟ لان اساسا الامور واقفه. وارتفاع الدولار ادى الى تدمير السوق الى شكل فظيع، يعني دمر السوق بجميع مفرداته، حتى تاثير على الخضروات. يعني ارتفاع الخضروات، يعني قبل كم يوم الطماطم بربع، اليوم الطماطم 750 وبالف. ابسط ما يكون لي كان ما عنده كل يعمل ياخذ طماطم يخليها وياكلها، هسه بعد ما تقدر ياخذ كيلو كانت بربع صارت كيلو بالف دينار. والتمن ارتفعت 4000 دينار، لاذي الشكر 4000 5000 دينار ارتفعت القطعه. جميع المواد الزيت، جميع المواد، جميع البيض كان من 55 56 هسه 66 67 الف الكرتون. يعني طبقه البيض صارت ب 6000 6000 ونص، حتى قسم منك 7000 حتى من بعض طبخت البيض. يعني المواطن يجينه 4 بيضات بليل دينار تمن يحطها، ما تقي ياكل بعد. فالمواطن الفقير تدمر، دفع الثمن كلش فظيع. حتى قلت لك بانه حتى الطفل اللي تنطيه الربع كان يجي لنا سنتين، هسه ما يجي لنا سنتين وحده. هذا ابسط ما يكون. فالدولار ارتفاعه شيء غلط، وارجو من الساده المسؤولين اللي هم بيدهم القرار ان ينظرون بهذا الموضوع بنظر بشكل جدي، لان هم وعدونا نفسهم السياسيين اللي هسه موجودين بالسلطه، وعدونا بانه راح يرجعون الدولار الى 120. لكن في عهدهم السياسي لما استلموا السلطه الدولار صار ب 1600 تقريبا، يعني 1559، يعني 1600 تقريبا. يعني هذا وين الفرق بين 400 نقطه بين 1200 اللي وعدونا بينه وين 1600؟ ويطلع السيد المسؤول اللي هو اعتبار رئيس الوزراء ذاك اليوم يقول الوضع الاقتصادي جيد، وضع اقتصادي جيد، ولا تخافون الامور طبيعيه، الامور طبيعيه. لما ارتفع الدولار صار ب 600، هاي امور طبيعيه، هذه دمار هلاك هذا. أستاذي العزيز، هذه مقر مثل ما يقول مكانة تجارة الموصل.
يمكن تجيها بأي وقت تلقي ازدحامات هنا نتيجة ارتفاع الدولار. الجماعة هم يريدون يستغلون، والله يقول لك هو القديم ترى يبيع بنفس السعر. الفقير الوحيد المبتلي، والله الغني يجيبها بكل الطرق، يجيب وياخذ حقه مطنطر، أما الفقير ضحك عليه، سوق فارغ لا حد يبيع ولا حد يشتري، وكأنما أيام يعني شلون قبل كان وقت الكيف كل من يطلع سفرة ضحك عليه لا الأسواق الخالية. المتضرر واللي تعبان الفقير بهذا خص هنا باي مدينتنا. صح يصير إعمار، لكن الإعمار إيش يعني عنا؟ إحنا نريد اللقمة نشبع نفسنا، لو نريد راح ناكل نلف الرصيف ونحطه بلفة وناكله، لو هذا الجسر لا ما. الحمد لله الفقير لا عنده سيارة، باستقل بعد ما يقدر يشتري. هذا اللي عندنا وهذا اللي عم نحكي. حلو العجل على شو ما كل واحد ياخذ له الصلاة على محمد. هذا يقولون الشمري جاء حكم الأربعة أشهر يستلم 64 مليون، ما يحلل ويحرم؟ إذا هم ما يعرفون الحرام والحلال يريدون منا ايش نحلل؟ احنا اي حلول ما بيدنا، احنا ناس معدومين مجرد ان وقت اي ساعة نموت ويدفنونا. هذا الموجود الفقير بالعراق، ما لك اي حل، حلك هذا طبقة العليا تاكل بكيفه وطبقة الدنيا عالتنداس بالرجلين. من ينطي؟ روح راجع على هاي مال هسه عن استلمت التقاعد طار. يعني هسه عن اشتريت هيك شغلات خفيفه يمكن فوق ال 100,000 دينار، ايش قد التقاعد مال يعني؟ الوضعيه مالتنا حيل تعبان يعني، والناس الشغل ماكو والناس يعني ما تقدر لا تشتري لا تعمل، قاعدين يعني كلهم متوقف الحركه حيل متوقفه عندنا بالسوق ماكو عمل. والله الدولار، هو الدولار اذانا كلتنا يعني، يعني ابو الملابس ما يقدر يعني يسوق بضاعه، عندك ابو النايلون الكل متوقفه يعني، حتى نحن شغلنا بالمطعم تعبان يعني. الناس هسه اللي يجي لي الظهر يدير راسه يطلع على البيت ياكل بالبيت، يقول لكم مكان ما اتغدى وماني ما عندي شغل اروح اكل بالبيت، ما ناس تعبانه فرد مره. والله الحل ينزلون الدولار يحسوا معيشتنا يعني، لسه ما مرتاح الا بس بالراتب صراحه. ايه ولا الباقي والله اللي عايش على اليوميه والله وضعيته تعبانه حيل. سعر صرف الدولار بارتفاعه راح ياثر على الحركه التجاريه مالتنا البيع والشراء، وراح يصير ركود بالسوق. وانت تلاحظ يعني اشهر السوق الساع ما موجود لا مشتريه ولا تبضع، ونحن راح نسوق البضاعه راح نسوق طبعا سعر صرف الدولار غالي، وما راح صرفنا بالبيع الا راح يكون زياده في الاسعار مالتنا، فراح وين يجي التاثير على المواطن الفقير؟ راح نزيد سعر البضاعه والمواطن هو راح يتاثر بهذا الشيء. ودائما اذا كل ما يصعد الدولار راح يصير ركود، دائما ركود بالاسواق مالتنا. تثبيت سعر الدولار الى وضعه الطبيعي كان 145 148 يبقى ثابت حتى المواطن، ونحن متعودين على هذا الصرف. مسألة ارتفاع الدولار هو بيد الحكومة، وإن شاء الله هي الحكومة المسؤولة عن هذا الشيء، ونرجو منهم أنه يساعدونا ويخفضون السعر ماله، لأنه أسعاره صار سعره جدا غالي، والله ما يقدر المتمكن أنه الفقير يشتري هاي البضاعة بسعره، لأنه نحن مثل مستوردين حاليا نستورد بالدولار، ما الدولار نستورد سعره غالي، فمن نجي نعرض البضاعة كان المشتري يشتريها بكذا سعر، من نجي اليوم يجي يشتريها غير سعر ما يتقبله. الحالة أنه حادثهم صح ما يتقبله، ليش؟ لأنه يكون ناس ضعيفين حال فقرة، يعني مثلا لو أنا أشتغل الحمال يشتغل يشيل بضاعتي،
لو انا اشتغل العامل اللي يجي يشتغلها يجي يشتري من عندي، لكن حالته ضعيفه ما يقدر يتمكن. اليوم كنت بعتوه حاجه ب10، يجي ثاني يوم اقول له والله صارت ب12 والله اخويا غلى الدولار. هذا امر صعب يستوعبه هذا الفقير او انه هذا الارتفاع. زين يعني لو شوف هذا يعني صار علينا تاثيره على السوق وانخفاض والحركه التجاريه بطيئه بشكل صار من يوم ارتفاع الدولار. واي قدامكم امامكم شوف السوق فارغ ما بي مشتري، يجي المشتري ماكو، ما حد يجي بعد ما حد يتقبل. كل من تساله يقول لك والله الدولار صاعد، ما يعرف شنو الدولار. يجي على المواد الغذائيه، المواد الغذائيه صاعده. انا نفس الشيء يعني انا ما اتواجه صعوبه ابو محل. زين اتواجه صعوبه انه انا ما بعت، لو بعت وحصلت راح اشتري واكل. زين لو فقير مثلي بصير، لكن لما انا ما اشتري وغيري ما يشتري صار بطء الحركه التجاريه صارت بطيئه بشكل. لكن اكو بعض الناس والله عاد تجي تشتري كموظف عنده راتب عالي، راتبه مرتفع، هذا متمكن ما يهمه يشتري الألفين والثلاثة الزيادة. أما أكو بعض الناس لا رواتبه خطية منخفضة أو تقاعده، هذا ما يساعده على المشتريات. ارتفاع الدولار أثر تأثير سلبي على الأسواق مالتنا. ماكو فقط مبرر بأن يصعد الدولار بالظروف هذه، الظروف يعني القاسية. وقف السوق، وقف حركة السوق، الدولة طالبك بإيجارات، أهل الملك طالبك بإيجارة. أنت إذا ما أكو سوق وما أكو حركة وارتفاع بأسعار الدولار، أنت من تجيب هذه الفلوس؟ وغاك معيشة، وغاك إيجار، وغاك مصروف. هذا الارتفاع أثر تأثير قوي جدا على سوق، خاصة محافظتنا لأنه ركود بشكل بالبيع والشراء. والأبسط مثال افتروا بالسوق وشعوا، ما تقول عبالك ممنوع التجول، ماكو ناس ماكو بشر، وابو الراتب هم يعني حقه يقول لك ما معلوم ايش راح يصير هالسنه، يوزعون الراتب سنه الاخ على الموازنه يجوز ما يوزعونه فيخافون، فصار عندنا ركود بشكل فظاعه. هو ارتفاع الدولار كثير تجار استفادوا منه، بس لازم نحكي الحقيقة، هي الأغلبية الإنسان الفقير القوت يوم بيوم، هذا أثر علينا الارتفاع تأثير كامل. مثلا العامل اللي أبو بسطة أبو محل هذا يتأثر، يجي مشتغي حاجة اليوم تبيعها بألف ونص، ثاني يوم صارت هي بالجملة بألف ونص، تقول المشتغي بألفين ما يتقبلها، يخليك انت البيحة بعتني بالفلوس. يابا والله التاجر غلا علينا، اعرف التاجر كان اشتغل استيراد جديد غير قديم، خلي يستورد جديد هذاك الوقت يرتفع. فصار عندنا جشع من التجار بشكل فظاعة. فالبتأثر واللي يتأثر بشدة على ارتفاع الدولار هو الفقير اللي يوميته يعني قوته يوم بيومه، حيل أثر علينا. حل مال نزول الدولار ما يصير، طالما اكو جشع وفساد ما ينزل الدولار، لو ما عفش ايش ما يسوون ما ينزل الدولار، والوعود مال الموازنه ما موازنه والرواتب والمواتب هاي كلها اثرت تاثير سلبي على هذا الارتفاع. فالمطلوب من الحكومه والبنك المركزي يدعم هذا الدولار، يخلي دوله يعني تخسر شيء من هذه من مساندة الدولار. قلت لك بأن هذا الدولار طالما عدة فاسدين، ما نقول بأي مكان، نقول فاسدين بصورة عامة، يظل هذا الارتفاع وارتفاع بعد أزيد وأزيد وأزيد متوقعين. وإحنا الساعة ارتفاع يعني الدولار سبب يعني مضار كبير للمواطن، ومثلا يعني سعر ارتفاع المواد الغذائية، ارتفاع الأغراض البضائع، فلهذا سعر المواطن ما اعتقد يسوق لان الارتفاع يعني بشكل كبير في المره، يعني هذا اللي عنده عائله كبيره مثلا وعلى راتبه يحلى ما يصر ما يعني ما صرف له، وارتفاع الاشياء بشكل فظيع. ومثلا عندنا هون لسه بالمحلات اللي عندنا نحن ارتفاع الدولار يعني سبب لنا خساره يعني حيل كبيره، كان الغرض عليه مثلا ب 1000 هسه صار ب 2000، ارتفاع يعني تقريبا في 2، ومن الوطن يعني
الدوله ما عطوا ما عط يعني فرص عمل يعني دي الناس تشتغل توفر لقمه العيش تعيش الناس كل هاي لازم توفر الدوله. هسه هي اهم كل شيء ما توفر ومساء نحن لازم نحن هسه ننزل الاسعار وهي علينا بضاعه غاليه. المواطن ما ينزل ما يتحمل يعني يسوق ما يعطي كل شيء يعني هسه مين كان يشتغل قبل الغرض يعني مثلا بيت النص هسه تقريبا في 2 صعد الدولار فلهذا يعني ما ينزلون الركود والجو هسه عم بارد يعني ما حد ما ينزل.